بعض الأسئلة؟ تفضل. قالوا لي تعمل اختصاص رسم، ونريد كل شيء إلا الرسم. لما حالة قالوا لنا أعملك تسرقوا حاجة تأسف، لكن أنت اختصاصك رسم، كان بدنا نلقاو أثر ولو بسيط للرسم في العرض اللي قدمته، ولكن ما لقينا شيء. إذن سؤالي بسيط سي مالك، نحب تفهمني البرنامج اللي كنت تعمل فيه. نشكر أعضاء اللجنة على الانتباه والمتابعة، ولو أن العملية كانت مجهدة على خاطر خدمتي تقصت وهي قريب توفى. المهم أستاذي حبني نفسر له شكنت نعمل. للأسف أستاذ ما عندي من فهمك، قمت بحركات، رسمت أشكال في الفضاء، وهذا فن كيف الرسم والألوان، المداخلة الصوتية في شكل راب كذلك تعبير يتماشى مع الشكل وتقبلها الذائقة الجمالية السليمة، وما هيش أشياء ذهنية باش نفهموها ولا ما نفهموهاش. احنا مالا الذائقة الجمالية متاعنا طلعت مش سليم، ما فهمنا شيء. انا نرى في صورة الجسد الساكن ثم المتحرك مجاز، يعني اون ميتافور على انبعاث الفن. الفن انبعاث روحي، حاجة ممتازة. سيمونير، المديح والثناء سابق الاوان. عند الحق استاذ، فاش خمت بندير على بكري واسمع قبل ما تشكر وتمجد. انا عندي كلمتين باش نقولهم للتلميذ هذا، ونحب نقعد بهم راسه. للاسف سي يوسف ضيعت على روحك فرصه ثمينه باش تسكت. اش تقصد يا سيد؟ صحيح ثم مجاز، فعلا ينجم يكون الشخص المسبول فوق اللوحه يكون يرمز للفن ولا لفنان، ولكن المعنى هوني أعم. التعبير في الفن ولا في غيره هو فخ أو سجن يتيح فيه المبدع والقدر متاع الفنان أنه يتجاوزه، ما كانش يقضى عليه. الحياة هي تغيير مستمر للإيقاع وإلا فالموت. تتصور سي مالك أن الجمهور متاعنا مؤهل باش يتجاوب مع الفلسفة هذه ومع هالأشكال المخلطة شوية منا وشوية منا؟ سامحني مدام، شنو معناها مخلطة شوية منا وشوية منا؟ اندماج الفنون أو تضامنها مع بعضها ماهوش خلطة. الجمهور ربما ما يكونش مؤهل، وهذه ماهيش مشكلة الفنان. ذوق الجمهور يتربى، وثم عدة أطراف مسؤوليتها الإيقاظ الثقافي. كثر خيرك، هاو تعلمنا منك حاجة. سامحني سي مالك، لو كان باش يظهر لك سؤالي شوية تير تير. أنا عجبني ياسر العرض، حسيت فيه حاجة مانيش قادرة نعبر عليها تو. أما نحب نسألك، تتصور نهار آخر تنجم تاكل الخبز بفن كيف هكا؟ آه الخبز، احنا ديما خايفين من الخبز، ربما ما نوليش غني، ولكن المهم ما نغلطش في الهدف متاعي اللي هو المصالحة مع روحي ومع عقلي ومع أحساسي ومع الدنيا. سي مالك، المال حاطت يده على كل شيء، الرياضة، الأغنية، تنجمش تقول لنا شنية حدود الإبداع الحقيقي في المستقبل؟ يلزم نعملوا أعمال لا فيهم لا بيع ولا شراء، وكان المجموعة قادرة باش تعيش الفنان بصفته منتج قيم، وقتها التجارة ينقص تأثيرها السلبي على الفن. بدأت العوادة؟ بدأت العوادة بابا، ناقصنا دربكي. كان تعرف الدربك، اتفضل دبر كاشي. أبو الدربك ودبر كاشي باهي ياسر. صاحبك مالك عاملك في داره؟ سلمى خليني ندخل. اي انت اتجون تفضل، السيد اللي معاك. لا يبعد من غادي يزدي بلاقل تحيا. يا ابني سابا يا باش فيك سيب الطفلة. هاي اللغة اللي فهمها باباتك، هزوا وبروح. سيمونجي لباس لباس تفضل. امي بتير خسرت يا رجال صحي هكي هكي ما لباس. انت اللي وصلتني للحالة هذه، ولي تدربك يا هيشة. مين البكوش في صدره؟ عنده الحق دكتور رضوان، اللي خدمته مش جديد، يعبر على أزمة في بلاد غير بلادنا. متخيلش روحك راه جبت الصيد من أذنيه. مانيش باش نعلق على المثل متاع أذنين الصيد، وماذا بيا نلاحظ للجنة المحترمة اللي الفن كما كل شيء يتقدم بالأزمات زادة. العرض اللي قدمته ماهوش أكثر من تقليد من الحوايج اللي لابسينهم أنتوما وأنا والآخرين، واللي ما عندهم حتى علاقة بالأصالة كما يفهمها سي رضوان.
نرجع كان تسمح للبحث متاعي. بربي يزينا من النظريات سي ملك عمران. تنجم تتفضل وفيه الاختبار. من فضلكم بلاش تشويش. نلتمس من السيدات والسادة أعضاء اللجنة باش نقول كلمتين نختم بهم. يا ولد شبيك ما تفهمش؟ ما قلنا صحيح والاجتماع فيه. من فضلكم سي مالك عمران، بارك الله فيك، اللجنة باش تختلي للمناقشة، تفضل. وانتو مزادة يا سي رفيق، بربي علاش ما تخليهوش يكمل يقول هالكلمتين؟ يزيه ما تكلم حتى نحب نقول كلمة. يمشيش في بالكم اللي مجلسكم هذا متاع نقاش علمي ولا امتحان متاع ديبلوم؟ تعدية وقت وهداري فارغة. هذا الوقت مجدي ولدي قبيلة حبي يدخل يحضر المناقشة، مش من حقه؟ الزويز هذوكم قرد فيه قدام الباب ومنعونا. الشبيب هذاك تبارك الله دزني طيحني، ركبتي لتوا توجع فيا. سي مالك عمراني خدم فيه في دار. يا والله ليه؟ هو شدني من يدي والله ودزني اون بلوس. انا نخدم في شوقي في دار. انت تعمل في اتعس من هك، تفسد في الشبيب اولاد وبنات، وتعمل بيه في السهريات. رجلي في عمرك وتزيف الحقائق. يا سي شوقي من فضلك احترم نفسك وبلا وقاحة. وقت اللي شوقي يقول الحقيقة وقاحة، وقت اللي سلمونجي الرابع يسبني ماهيش وقاحة. الوقاحة ولت امتياز للوجاهة، ماك تحكي على حرمة الجامعة الفنية. تفضل احمينا من السيد هذا اللي داخل من الباب يسب فينا. سي مالك عمران اخرج لبرا، اخرج عليا لبرا. مبكر سامحني دقيقة. نعم عمر زربني، عندي خدمة شوي. عندك برشا خدم انت، يا نقص شوي. سامحني ما فهمتكش، اش تقصد؟ نهارة اللي الطلبة يخرجوا في التصاور نتاعهم مريتك البرة هز طبلويات مع المجدي والدرابعي. ايه شنو هي المشكل؟ هزت مع طبلويات نعاون فيه. برشا طبلويات ابو بكر، ماهيش خدمة واحد برك. شنو هو عميرات؟ خلصك مالك عمران باش تبحثني. سي سيدي خويا تبحثنا وفينا؟ او قعدت لي عارفك للبيرو وطلعت منها جيتي. هي طلعت منها جيتي، ما هو على خاطر انا ما تكلمتش وما قلتش اللي ريت. شنو هو اللي ريت وانت؟ هي برا ريت برا، مش قول لهم سيدي خويا برا، صب السبه فاش قاعد تستنى. شوف كان كعلينا لا ريت ولا شفت ولا هزيت تبلويت مع حتى حد باهي. أي بخاطرك خلينا نمشي نخدم على روحي. دقيقة برك. نعم. علاش تفل مالك يخسر مستقبل؟ علاش ما تعملش تيحة بتكربيسة وتقول للعميد وتطلب السماح؟ صحيت يا سامر، هك نمشي قول له راني شاركت في سرقة وانا خاطيني. بارك الله فيك. ما هوش خاطيك أبو بكر، الناس الكل يعرفوا اللي مجدي مرشم فيك ودخارك عليه وتغسله في كرهبته، وساعات تمشي تخدم في دار المنجي الرابع. آه عميرة تسمع حدك ثم، ما تجبدش يسير المنجي الرابع على لسانك، ما كانش راك تخاف على خبزتك، فهمتني؟ برا فهمها أنا الحكاية. هذا كله من تحت راس الدرساف بنتك، يضر الطفلة خبطت لك فك الطفل المالك عمران وما قلت لكش. ما زلت تجبد بنتي درساف مباسيك يا السارق يلي دارك معبية بالمطريال اللي تفت فيه من اللي دارك. تسيب عمر تسيب، شبيك تشبيك يا راجل، خلينا ناكلوا خبزتنا بمسارقة. على شك كنا حبيبات واللي تطيح معايا في القدرة، ليه شعمت لك؟ مانيش حبيبات مع واحد ضمير وميت كيفك. لازم نعرف شكون سلة تصاور متاع مالك عمران وقتها خليت على راسك. اذهب تو. مالك يا مالك، مالك شبيك لاباسة؟ ما بيا شيء، تصبح على خير. تشبيك يا مالك، ديناك حد عليك، تعرف تليفونك عشية كاملة هو ينقص ويعاود ينقص ويعاود ينقص ويعاود ينقص ويعاود ينقص ويعاود. مش عندك فيه خليه ينقص. مش على حاجة روينا، حبيت نقول لك وكهو. لا كفر خيرك، هاي تصبح على خير. تصبح على خير مالك.
يا مد جدك عاد عطاها جناح ولحقوا بالسياحة. قول انت تعشى توك روح لداري نتعشى خلي للبنات. يا مد جدك ما كانش هزش قالتك خيرات قديش بشي يكلوا البنين. مسح راسك خي قولي وين هو البنات اللي الليل ملكة تقرأ في الوتيب وفاطمة بيتها بحثة أسماء قتلك تحضر حديها الوهل مبات البرة يا فايزة بنتك حذاك خير أجرالها عبد الكريم العمران ولد عم المرحوم محسوب في داره الفالح قال لك بلي خذت ريحه مع نبيع القفاف الذل يسكسك عليه حتى القهوه بطل ما عادش يمشيلها. يا وخيتي يا ربي ما تخفيه خافيه وجاب لهم الراجل حاس فيهم ولد حليل يرحم ولدي. قال لك هزور تونس الله اعلم عاد شنو السبب حتى من الفالح شكي ربي معاه. نهار اللي فشخ الفالح ليلتها روحت خفيفه قلت راسي ما وجعنيش خفيفة خفيفة وسكت عمري ما ريتك زي تضحك من هنا لهنا يا شومي حتى لك حل معاش خاطي عيني. هيا عاد زيد ردني شيلة في عبد الله جليدي انا المهبولة دي سمعت كلامك وكحلت. مش خاص مش خاص ايامك كان ربي يدلك وتشلي في راجل. مسيك بالخير خالتي زين. مسيك بالهنا حصانك جرائي ما عينيش. اقعد تقول عايش بنتي ما جاتش البيت اللي حبيت نتوسع فيها باش تسكن. شنو هي الحكايه ان شاء الله خير؟ اليوم جاي راجل قال لك عربيه كريتها له باش يسكن هو ومرته زوج صغار ويكب سعدها عربيه عزوز تستوت. وعلاش سعدها باش يتكبها وين سعدي المكبوب؟ علاش بي على كيفها هو غدوه نهبط الملك خويا لتونس يطلع لها سوسه يفهمها. ميلك شكون قالك هون في بيلوش؟ مستحيل يزيوم يحرم عليك يحرم جلدك. هاكم شفتوا أصلكم الويفي ولاد عمراء عينيكم حية وعربية داخل براني بشي عفسكم. ويا وخيتي على هالناس إخي عربية مخصوصة تكري في البيوت. عمل لي تليفون عمل لي تقرير مفصل متاع 3 ايام وين مشى وين جا وش عمل مع لون كادغوغ متاعو وقال لي زاد اشري صباط. مسكين الواه مسكين انا منبه عليه قلت له ما نحب حتى شيء يتخبى عليا كفرت عاد الواه العصا الكل صايب الطفل. ليه يا وخيتي تحبي يقبزوا لي بيها وانا هوني المحرث في البيولوجيه توحشت السخطه. الو فاطمه وين صراحك؟ نسمع فيك عاود كلموا ملك متاعك
بلك شي روح توا. خا مش لازم مخر نهار كامل نكلم فيه هو ما يجاوبش. هي لندراش عمل في الامتحان. ما تخافش عليه يسلكها. اما تبارك الله احليهم التصاور نتاعو. تي سافا ما تحط شي في بالك. انا باش نرقد وانت قاعد راجع على روحك. الضم يقلقنيش. ما تقلقيش هو. انا قلقت من المراجعه ونحب نحكي عندي شكرا حكايات. ابعد شوية على الباب يا الأولاد. انتوما كايكم تعسوا على باب حبس. عندنا تعليمات مستر المنصف نائب العميد باش يخفوني على المشاكل. ما ثم حتى مشاكل. الطلبة يستناو في النتائج نتاعهم. شنية هالمشاكل؟ كي راوكم انتوما مقرد فين وقت تقع المشاكل. كان عندك اعتراض قولوا لعرفك. احنا اللي قالوا لنا نعملوا. هيك هو عمر بعد عواب الخدمة ما عادش ينجم يعس حتى على الباب. شنو عميرات؟ الأخ يتجلطم عليك. انتي امشي حذا صحابك خير. هيا كيك على الكنالو. عود لي الاقتراح ما سمعتوش مليح. شوقي على شو ولدي بدل ساعة بساعة أخرى. ما تخافوش هذا مطالبه نتاعي ما يعملوا لي شيء. سيمونير عايش يقول لنا مالك سيمونير اش عملتوا في مالك عنده مونسيونس هذا المداولات مازالوا غدوه نكملوا غدوه قبل نص نهار النتائج تتعلموا هاي يبقوا على خير. سلام سلام. عامله هي ياسر تاع يوسف الرياشي في اللجنه قصرتش. فك عليا من يوسف وزعيت ومعيت. قوم نروح عديت نهار كامل وانا على كسكروت قدنا هكا. يعطيني شوية من قلبك. مازال عينك في الكسكروتات؟ لا ما حقوش طوم بطل الماكلة. هيا قوم غدوة نهار أطول من هذا. ألو عمر الأمور لباس اللوطة؟ ما فماش ضرب ومضروب ها؟ هيا يا باهية هاني هابط. هيا لالا النقاشات نخليهم لهنا. طوم نقوموا نروحوا ناكلوا لقمة. الزيتا دام نتاعك خليهم عندك عايشك. تحبني ما نتكلمش في الدار؟ اوكي. اما عندي حاجه لازم تسمعها توا خير من اللي غدوه كنقعدوا نتخابطوا قدام الناس. تحب تتخابط معايا توا؟ به هاني نسمع فيك. مالك عمران؟ اش بيه مالك عمران؟ مش يلزمو ينجح برك، يلزمو ياخو مونسيون. البرفورمانس اللي عملها تقعد تاريخ. ايه تقعد تاريخ بالمنجد. الشيء اللي عمله والركاكات اللي سايبها شيء تنسخ في الكتب. قل لي ساعه من وقتاش ولا يعجبك الفن المعاصر لي زانستالاسيون اي لي بيرفورمانس؟ مش ديما كنت تقول لي هذاك تخلويض وما تفهم منه شيء؟ ايش بي بدلت رايي وليت نفهم. يحدث على بنادم واحد يكون رافض حاجه ومن بعد يقتنع بها. لو كان ما ينجحش مالك عمران تكون لك فضيحه شخصيه ليك انت. اختاك بلا فضيحه شخصيه. اللجنه هي اللي تقرر. ما علاش عملتها انا اللجنه باش نتكاها ونقولهم نطفيكم راني انا قررت ننجح مالك عمران؟ حكايه بوسعديه هذه. لا يا لالا اقنعهم انت وصوتوا. تنجحوه ولا ما تنجحوش انا باش نقعد محايد. انت تعرف مليح اللي لجنه ماكش انت عملتها. فرضها عليك المنجي الرابعي وجاب لك الجنيول نتاعو يوسف الرياشي ورضوان اللي رمش ولا ما نعرفش اسمه واحد يعيف ويحب يفرضه بالسيف يقري عندك. عزه راك قلقتني. انا نعرف اش نعمل ومالك عمران عملها في روحه قايم يفشخ في ولد الرابع. انا عملت معاه جهدي سبحان الله ما نجمش انا زاد نسلم في مصالحي ونعادي الشركاء نتاعي على خاطره. ينجم كي سوردي المنجي الرابع يشري بيات ناس اخرين ويولي ماجوريتير في الشركه ويعين المشاش نتاعو سي رضوان الرميشي في بقعتي. ايوه جيت لكلامي. معناتها انت مضغوط عليك وميقلق لكش كي يمشي فيها مالك عمران صحيح. اعطيني واحد حر في الدنيا ويلعب فيها وحده.
أنا مروح. يا لطيف عليك يا رفيق، جاي مع الفنية الحرة. قل لي، أنا لتوا مانيش فاهم شنيا هالحماسة الكل على مالك عمران، نجم تفهمني؟ عندك خبر على البطل الآتي من اللامكان؟ من هو البطل تاع العواشي؟ صاحبنا عبد الله، حامي الأرامل وقاهر الخلايق. ربي يرد غربته، قالوا نزلوه لتونس. بطل عبد الله ضر باش يحمي الهامشين كيف وكيفك في المدينة الوهمية، وكيف فايزة برد عبد الواحد راجل غريب، ريح من الصحراء تذوب بالثلج في الروح. ولا تروحك في جلاسية الله يعفو. الروح لا تبر لا تسخن، تسافر المولاها إن شاء الله مقبولة بالرحمة. أرواح الناس دخلت في بروسيسوس دو ريفريجيراسيون، العصر جليدي يا لمين. عبد الله الجليدي سادي فيهم مخزن الشمس من داخل معبي بالشمس. أوه هدرة فيك أنت. كول كول، خلينا نعملوا كاستي وقارو. فاطمة، فاطمة يا لمين، فاطمة بنت الأسمر، نفس الطبيعة الصحراوية، كيف يذوب الثلج تظهر المدينة الأخرى اللي تحت المدينة بغيديكسيون ماتيماتيك. داكور داكور مسيو. تسخر مني يا لمين، الحالة الجليدية للروح حقيقة، حقيقة تلاوي شكون يذوبها، هذا هو الطريق. دو سيزي ما قاعد ذايب فيها القايلة المبروكة، كان مخك انت خويا يتكلم بالعربي. عالجال ناية المكتب ما حاتيش فيه كرعية أصل. كيف ماتت أمي كنت نقرأ في فرنسا، ماتت وحدها الله يرحمها. اش فكرك فيها؟ جيران، جيراني لم ينفقوا بها بعد 5 أيام. واحد، 2، 3، 4، 5. 5 أيام يا لمين. تصور الحالة اللي دفنوها فيها. فايز يا فايز، سمعتك الكلب الفالح اش عمل؟ الرجل ساقط يتكلم فيك، يحسب العباد كلها مال كيفه. بارك الله فيك على احساساتك الطيبه، ما عادش تجرت يهديك. يا فايز افهمني، انت امراه وحدانيه ومش معقول اللي يسوى اللي ما يسواش يتكلم فيك. كل واحد يلقى فعله، اخطاني انت برك اسمعي. قداش نعاود لك من مره، انا نيتي حسنه ما عادش نجم نصبر عليك. الفالح انا مخبي هاله، ما عنده وين يفلت مني. زيد كبرها انت، ما عندك حتى دخل. هاكا ولاد الحلال وقفوا الوكل على مشوم. اكل يبيع في القفاف والمظلات هو ولد الحلال، واحد براني يدافع عليك وولد بلادك. لا كان ما تمشيش على روحك وحق صاحب الجاهل ما نقول فيها، وهو مفزع عليك الناس. شد 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 ساقطة زايد. انت ساقطة دي على لونك. خارجين تتبس وانت مدمزيل قفيفة. شنو خديتو نتائج قبل الناس كل؟ تعرف انت كان طبس تمسع لي صباتي دو نعطيك نتائجك انت بالباندا متاعك. تعرف انت كان تخرج من ورا الزويزة دوما دو نمسح لك صباتك. اي تعبس قلت لك ياسر فرد يدي دار فيه يفهم بالقوم. اطلب السماح حالا، ما كانش وفخ شبيك برا روح. هذا السماح المبروك على وفخ شبيك. يا عبو العملة يا أخويا بطلت الخدمة مروح. استنى هني جاي معك، قسم على الله مع الخدمة. يحل عينيك تفردني، عامل مهبول تعيش. سامحني مزروب. حقك
وصل بين مش فيه ايش اليوم زعما مش فهم شكون يعرف عليا هديك بس 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 خلي فيه هديك شنو ليك ستوب عريق وسع قالوا لي عبد الله الجديد يروح عبد الله الجديد ذاك راجل كلمسخ راجل مالنا شنو انت تغيلو بيت شنو ترلو بيت نزلت تعودها لما نفصلك راسك من جشتك لكن نهار ريتك تكلم في فاطمه بنت الاسمر اش تحب عندها هي هي العنصر اللي لوج عليه باش نظهر القيروان الحقيقي فاطمه شمس ذوب الثلج نزلت تكلم فاطمه بنت الاسمر ذوبك انحاسه سيبني من خصنا كان مجنة سيبني سيبني يا عريق ابو لوث سيبني ما كانش مش كيبي لصاحبك الجليدي سين هوتي بس 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 عبد الله الجليدي رجع لك يا فالح وباه فيك وفيه بس بس ملك مصباح انت الفل وما يهزش تلقى عند عمته في سوسه ما عندك تليفونها احمل تنقيزه كلمه ابو بكر وين الليست نتاع البنتير يا اخي كوجيك هكا يا ابني تجد السيراميك والديزاين مش مات بفضلك خلي الراجل يخدم على روحه مش كنت عايز قدام الباب انت جاي هنا تشوف النتيجه نتاعك شوف انا مانيش كيما جماعه اللي صوتوهم البارح واخر تاني ملك عمران وين هو اسم ملك عمران هي هي وعملوها الناس الكل نجحوا كان ملك مبكر وين هو اسم ملك فك عليك شوقي حتى انا قلت اله الله لكن يعديوه يلزمها برشا رجوليه ما يكسبوهاش في كوريها انا ماذا بيا نقابل هاك الخنينه مجدي الرابع توا نمشيو للعميد ما فهم حتى فايده باش تمشيو للعميد سي رفيق مغلوب على امره داير كبتو في كرهب طورا ناخذ كتفين يدينا ملك عمران الطياره ما ينجحش ومجدي نجحش ينجح ليه مجدي خبيص ونعرفه هو السبب في اللي صار الملك عمران الكل ريضوا رواحكم انتم تو نجحتوا بمجهودكم وتستاهلوا النجاح نتاعكم ما تفسدوش فرحتكم بالمشاكل وشكون قالك اللي احنا فرحانين والله يا استاذ ما حققش رفيق خليته يفلت حتى نفهموا كيفاش ملك كعبروه يا شوقي اسمعني امشيوا روحوا انتم تو وما تعملوش مشاكل تندموا عليها وتفسدلكم مستقبلكم وحطوا في بالكم اللي مالك عمران فنان كبير قدم خدمه هايله ياسر وما تخافوش عليه صاحبكم لازم يخرج منها الأزمة والأشياء هذه تحدث على بنية امرأة والدنيا مش ديما سهل أستاذ شبيك وليد تحكي كيف بارك الله فيك سي شوقي تسكت وتجي تطبها تعميها مش لو يقول لي مالك ما تخافوش عليه يعرف عليه وينه وش عام في روحه أين هذا جات لولا كلام توسى ما جاوبني حد ظلي فيها عمته مش غادي يجوا معي سي عبد الله صباح الخير بارك سعيد شني حالك الحمد لله وانت بيكش قالوا لي هبطت لتونس لاباس الله لا يوريك باس هبطوني بعد سيبي الحمد لله عندي قضيات ثم قضيتهم وهاني رجعت يرحم والديك على قليل شلتني الله يشيلك مادام شدتني الخبز على هالبلاد حد ما عاد يهوب ناحيتك اهل نغرب يرحم اللي جابك هاي بخاطرك بسلام مالك يا مالك مالك انا متاكده صارت له حاجه شو نعملوا توا نعيطوا للمطافي ولا نمشيوا لمركز الشرطه نقولوا له شكون يعرف ما جاوا المطافي ولا الشرطه الا ما وخروا التالي توا نخلع الباب مسكين ربي معايا ومعاه فين هزو يا مدام تكلم فيسا للكلينيك للكلينيك اللي حدانا هوني استنوني لحظه نبدل حوايجي ونجيكم اي لوليت استنوني واه
ماني قدرتكم بدل حوايجي ونجي ونوصلكم. ميرسي مدام، البس في عقلك. اش بيه طفل مالك يا منير؟ يا ودي انا مريتش بعينيا. اما سوهاد متاع ريتشوسي قالت اللي جابولو لومبيلونس وهبطوه في فايد البيع مسكين. يقول اسبابها امراه والله اعلم. اما امراه ومسراء يا بنتي، راني صنديق انا، يلزمني نعلم ولا تطيح روحهم في بليش. بربي سبق الخير يا سي جلول، شكون قالك اللي روح تاحت؟ فالح ولا حتى نايم ما صبحش عليا، جينا مسكنك معايا يرتاحنا. سيفتك بايع جوال، فانت تقلق وهم الاستقرار اللي عايش عليه الفالح وامثال الفالح. المستقر عدولي ما هو غير مستقر، هنا المشكله. وش يا اخي يا معزي، هديك اخطانا، خذ تفاحه اخرى كوره. ها وين الصندوق قدامك؟ قصيت علينا الهضره ثلاث مرات. خليه يتكلم السينامي، انت كلامك كلام صلاح. الحساده تعرف اللقات، هو ردك بطل وانت قلبت سيدي يوسف الدهمين. يا على هالحساب انفزوا الكل، نحكموا لك صبر واستاذوا الشلبه في جبانة ولد فرحان. صحح لك معلومه يا استاذ لمين، المقابر كيف الثقوب السوداء، لي ترون واغ اللي تبلع كل اللي داير بها، ولذا ما تصلحش للبسيط. فهمتك، الحويتات نصطادوهم في سوق الربع خير. انا طحت بالحوت متاعي وبطلت المصيد، لانه مصيد الحوت صالح في اي مكان في حركه وحياه، لانه المدينه 10 طبقات مرئية ولا مرئية. تحت القيروان ثم 7 مدن، المدينة هذه وهي افتراضية، المدينة الثانية أهلها حوت، حوت ناطق حسب المعادلات الرياضية. العوام يقولوا معز كان وليك مجنون، باكونت عبدالله الجليدي قادر على الرؤية. حكى لي مرة أنه شاف الموت. تشوف الموت معناها تبدأ في الرؤية. عبدالله معاك باش تولي نصطاد النجوم. صحيح، من غير قصبة يا معز، بالكمشة الكمش ونجوم وندسوا في الخرش. إياك تكون تفدلك. أبدا، ما فماش كيف مصيد النجوم. مصيد النجوم في الصحراء. مصيد النجوم في القيلة. طيب هو معز ناقص حتى تزيد عليه. ثم ناس يشبحوا لغيرهم ما يشبحاش. معز معطيلة بيان بغلي، مثلا سيدة عمر عبادة كان يراو الناس عميان. عبدالله جليدي لنبدأ الرحلة. مازال الوقت يا معز، عندي قضايات باش نغيب ايامات. اي ما قلت لناش علاش نزلك الحاكم لتونس بعد ليلة العركة مع الفالح. نزلني الحاكم لتونس وعلموني لأهلي يفتشوا عليا. غدوة كان عشنا نتسهر على الفجر، بكثر خيرك على الضيافة. ما فهمتكش عبدالله، راجع ولا مش راجع؟ كان سخر ربي راجع ان شاء الله، وكان رجعت بالك يحن حنين ونلقى دويرة للكريه يزيك ما هزيتني. مانيش هزك على ظهري، وزيد راهو ما يهمنيش كلام الناس. ليه راني خوك ونحبك تقعد هني على قلوبهم. انت اكثر من خو، الله يرحم والديك. اي سبتي لمين؟ اي من ظلكم تو باش تدخلوا من غير حس. وحاجه اخرى، ما يلزمكمش تتكلموا معاه بالكل. وعلاه دكتور ما نجموش نتكلموا؟ قول لي مالك في الكوما. لا تهنى ماهوش في الكوما. نعلمكم يا سيدي اللي هو مازال تحت تأثير العلاج اللي عملناه له، ونأكد لكم اللي خرج منها، عملنا له غسيل معدة والعقاقر اللي بلحهم مأثرين عليه شوية، فاشل شوية، لذا يلزمنا نحلم الصلط، وإذا كان عنده أهل يلزم نتصلوا بهم في أقرب وقت. عنده عمته في سوسة ما منعرفوش كيفاش نتصلوا بها، كنا على مصاريف الكلينيك تو نخلصوا احنا. لا لا هذاك تشوفوه مع الإدارة. هاي تفضل. بيك عايشك. ايش فيك عايشك؟ قول لي مجدي، ايش عملت لي؟ اخوك راني تعبت، تعرفك عزة مرت العميد عبدتني نهار كامل بالكشة والبخس.
طلب عاد ما قال حد لحد نهار كامل في جرتي بالنبزيات والسبان. تعرف كشوقي مرش قال لي وين عندك طفل الا ما نعيفك في روحك يا خويا راهي وقفت الزنقه اللي هرب. والله وقفت. اسمعني مبكر قلت لك ما تخافش شيء ما نجم يعملوا لنا. انت هكا معايا شمن معاك يا راجل انت هكا خديت دبلومك ما عادش باش ديرهوني وانا خويا كل خربه راهي صعبه الخدمه فيها. كل صحيح كلمت شبوك خليه خدني حتى الشيفور معاه. لا لا ابو بكر العلاقه بيني وبينه والنارين ما هيش هي جمله ثاني نستنى في فرصه. انت بركه ما تخافش ربي يهديك في هالجوج ملي حطيتني فيها يا مشتي. بالله قول لي وقتي باش تجيها الفرصه هذه. تعرف يا عمر ما رجني يعمل لي المره الاخرى ريتك هز انت تصور انت ومجدي وركبته في الكاميون. واذا كان هزينا تصور ركبنا في الكاميون يا سيدي تعاون فيها فيها مشكل هذه. المشكل اللي هزيناه راهم برشا تصور ما هيش خدمه بتاع واحد برك. انت مش عمر وحده حتى من طلب اخرين زاد شاكين فيا. قول لك حاجه ابو بكر قلت لك شيء ما نجم يعملونا. انت بركه سكر فمك. شو اسمعني ابو بكر شد الزلمه انا اخو حتى شيء يا مجد. اسمعني اليوم اتكلم بوك خليني نقلب وجهي من هوني فماش متركح الامور شويه باهي. ديمونستراسيون صحيحه الكور معوجه صافا مليك عندك المعدل هات الدروار الفيزيك بروت طلع مش متاعنا يجيش البالك سي مصلح بلواش مش متاعنا شكون غرن عليه نسيت بيت بنو شرف يا بئر روطة والشوارع حولها معمورة أبدا تغيظ وتمتلي ابن شرف متاعنا والبير متاعنا وما إلى يومنا هذا نشرب فيه. نعرف البيت باش تعلمهولي مش هكا واحد قالها لي وطارت لي رجعت للمراجع ويمكن السيد طلع عنده حق. أما مراجع تتملي خرجت تتقاعد حالتك العقلية غير مستقرة. رد بالك وبايل كامل ترسي لك شاد كنباش تلهم على الطفلة انت. بئر روطة شنية روطة ترى يظهر لي حاجة عالية كل كدوة ولا الهضبة هذيك في اللغة. وإنما روطة هي منطقة في الأندلس وفيها حصن وبما أن ابن رشيق القيروان هاجر للأندلس واستوطنها يمكن. لا يا سيدي مالا باروطة جات عالية وش تطلع لها بالدروجة تفصل البير قاعدة في بقعتها اش مديها للأندلس وطلع القصيد يقول يا قيروان وددت أني طائر فأراك رؤية باحث متأمل منين جات الأندلس متاعك هذه شبيك ما تغشش عاد. برافو مليكة فيزيك الدبر في 10 وهذا تقدم باعتبار مستواك المتواضع. كل فازة تبعت لك عبد محمود يا عايش كيكا مليكة بسلامة. بسلامة بسلامة. ألو مرحبا إيه أنا هو وقتاش هذا وقتا ولا باس الله يبارك يكثر خيرك يا سيدي في أمان الله إن شاء الله خير ثم كان الخير. مالك مريض صاحبه حسان حاير قالك مالك ما يحبش يروح السوسة العربية ولا القروان كيفاش الهدرة؟ باش مريض؟ قال إرهاق امشي فواحة انت الهدرة هذه تقعد هنا غدا نهبط نشوف شنو الحكاية. مالك صحي بقرينا مع بعضنا في الكتاب نمشي نخبر فاطمة. ترس غادي لوها تخبر في فاطمة لخاطر دابغي مي كالكول فاطمة تحب تحبه وما تحبنيش. اسمع انت يا معز هكا الفم ما تحلوش ما تهيش علينا جماعة الأصبر. شيختك عاد سي منشي الوليدات نشحوا الحمد لله. الحمد لله. اما تمشيش تكوني في المبروك. لا ماذا بون فاضل مروح بالدايا في الفينانس من دفين تو ارتاح نهارات وشد معايا في الجروب خف عليا الحمل. اما ناخذ حاجه باش نعمل معاها هكا الضايع هذاك قال لك ديبلوم في الكانتين بون مجدي من الاول ضعيف الله غالب الفينانس يا ولدي والتجاره والباقي الكل لوح عليك. عجيب منجي مالا انا وياك اللي دافعين فلوسنا في الجامعه الفنيه الحره لوح علينا زاده لك تدخر في الفلوس عاد هاي قولش تحب مبروك تحب نعمل لك حفله حق ماك تحب تصور تحبش نهدي لك تصويره كلوديا شيفر في كواترو بالذهب البنطقي فريج السيجار يا خويا اطلب اللي تحب خوك زاتر بالفرح.
ماشي هاو جا. اهلا اهلا بالشباب. مجدي ايش ايش هون ايش شبيك مهمبر ومهبط الكوبي الكل بك نجحت ورينا سنيك. والله بفضل مجهوداتك وتاثيراتك عطاهولي هالديبلوم. بوهز بترميز العاقبه البلال ولتي ان شاء الله ينجح لي عم الجاي يا رب. في بالك الكوك الفاضل؟ سمعت قالت لي ماما نجحت تو كنت عندها. ربي يمسك بيها ماما حتى انت طلعت لها. انا طلعت لامي وفاضل الشوشو طلع لك ليك انت. تشاو. استنى اجل هوني ما زلت ما قبلتش الهدره بتاعي. بون قول لي اش باش تعمل بيه الدبلوم بتاعك؟ باش نحطه كواترو. تسمع يوسف؟ تسمع فيه؟ انا نوقف فيه على السخيه، نثبت فيه على الحكاكز هو هبط لي شمالك. بون تو نشوفه مع رفيق يدخلك تقري في الجامعه الحره. اسمعني انا مستحيل كما زلت نرجع لك الحفره فهمت؟ تحب الطلبه يهنتلوني؟ شوف حاجه اخرى. انا نشوف لك حاجه اخرى. يا مجدي اسمع الكلام نعيش ويدي. من فضلك انت عم يوسف المساله فيها ما تخصكش. بون تسكت فوق ونهدهولك. باهي اوكي هنسكت هنسكت. ابروبو عندي منك طلب صغير بمناسبه نجاحي. شنو تحب نرجع عمك للدار؟ لا تهنى ماما لقات راجل قريب باش تعرس. بون شو الدبل يخدم البوبكر بوبكر اللي يخدم في الجامعه. شنو بوبكر هذاك اللي تهمينك انت وياه بسرقه التصور بتاع الطفل؟ يا اخي هبلت تحب تولي الحكايه بالمجد وفضيحتي وفضيحتك وقتها انا اللي عملت العمل الكل. يا بابا اش بمخك مشي لبعيد يا اخي تصدق في كلام الناس؟ دي بوبكر صاحبي و... وشنو ويا اخي سالي الكلام انا بعثو يجيب لي كاسكروتات اش فيها بيه؟ اقلب وجهك من قدامي الهدره هذه ما عادش تحب تسمعها. هاي اقلب وجهك. ايه والله يزخف مجدي بربي فك علي انت قالو سخف هي حتى انت زاد كثرت عليه سبحان الله. اما حكايه مبكر هذه عندك الحق جوج ما واحد يبعد عليها خير. ايه ايه سي بوبكر وين داخل تعفس كوري اخرج عليا لبرا. قبل ما نخرج سمعني الساعه رئيس مصلحه الموظفين قال لي العميد تردك من المؤسسه. صحيح الكلام هذا؟ امينه برمشي هات لي كمال عون الحراسه. يا بوبكر عايش خويا اخرج بدل الساعه بساعه اخرى. امينه انت عايش ما دخلش روحك تعيط لعون الحراسه سي رفيق عليه يدي الخدمه في المكتوب شكون ترى؟ كان تتأدب وتوطي صوتك تو نفسر لك. مليح يا سيدي هاني تأدبت ووطيت في صوتي. تفضل تجمش تقول لي شنو السبب اللي تحبوا تردون عليه من المؤسسة؟ أولا المؤسسة ما تردتكش وإنما وضعت حد للعقد نتاعك مش كيف كيف. حقوقك المادية محفوظة والعطلة السنوية نتاعك خالصة. إيه ومن بعد نمشي نقفل الباركينج نتاعك من مد يدي يا كريم تعالى هكا بعد 4 سنين خدمة؟ هذاك شيء يخصك. مليح يا سيدي ونجمش نعرف شنو السبب اللي وضعتوا بيه حد العقد متاعي ترى؟ كان ما قصيتش عليه راني فسرت لك. المشاكل اللي صارت في الجامعة في الفترة الأخيرة وسرقة التصاور خلات برشا طلبة وحتى الموظفين يقولوا لي يمكن يكون عندك يد فيها. بالله قل لي عندي يد فيها ولا يمكن هكا تقطعوا لي خبزتي وخبزتي صغيري على خاطر تعطيه في وذنيكم الكلمات؟ سي بو بكر يعيشك ما نطولوهاش وهي قصيرة. أما باش تخرج على روحك بقدرك وإلا باش نضطر نبلغ عليك الشرطة يحلوا معاك بحث. هم يحلوا في الأبحاث تعرف كيفاش؟ توا لما نمشي للسلمونجي الرابع ونحكي له بالكش تحسب روحك وحدك تحكم فيها أنت. وكي نقول لك اللي المنجي الرابعي هو أول واحد وافق على تطريدتك. نعم نعم سي المنجي الرابعي أول واحد موافق على تطريدي. باهي أتو نشوفوا ما لاش كومشي ولا يبحث. سمحنا البرد تفضل انت هبك يدك وضعك برد أتو نتفاهم أخرج برد. أمينة هات نكمل عايشك. حقا سمعت ملك عمران قالك حب يقتل روحه. سمعت بدر عليا هالهدرة. شنو تعمل توا بعد الدبلوم؟ مانيش ناوي نعمل حتى شيء. وين ما خممتش فيا؟ ما خممش مستقبلي مستقبلك؟ مستقبلي مستقبلك كمانك شريفة خلي الموضوع ذا يستراح. انت مريض يزمك تداوي روحك. بالمجد انا مريض وعندي كوش مرار ونحلم اني ملك عمران راقد لي تحت الفرش. قديش من شهر عندك تخدم فيها باش نسلم في ملك عمران وولي نخرج معاك وتوا وليت خايف لي يخرج لك من تحت الفرش؟ انت ما جيت شيء. يفك عاد شبيك شديد ما سيبت
لك انت لالا ما قصرش حتى اخو واحد ما جا شيء وخذا كله شريف عند عمري ما عطيك حتى حاجه. بكر شو جايبك؟ جيت نعمل معك في قهوه مسيل شيء. واه ما الحكايه شريفة اسكت. تفضل سي بكر اش فما؟ العميد اليوم طردني بالخدمة. بل كثرة الكلمات في الجامعة ما عادش يساعده. بون اسمعني بو بكر ما تحط شيء في بالك، تو غدوة نحكيو. لا يا سي مرزي تو نحكيو مش غدوة. هكا تو في القهوة قدام؟ إي نعم في القهوة قدام المدمزيل. يعني إيش عاد تخبي عليها؟ ما احنا كنا مشاركين في الكومباي اللي طيح مالك عمران. شنو اللي أنا مشاركة معك فيه سي بو بكر؟ أنت تنجم تسكت فمك خلينا نحكي مع الطفل باهي. رفيق قال لي أنت مترد من الخدمة. وسيبوك المنجي الرابعي اول واحد موافق على التطريد نتاعي بالمجده. شنو الحكايه جينا عليها ابو بكر؟ اسمعني انا ما في باليش. شوف يا مجدي كم مش تقعد تمشي فيه وتجيب يضرك ها؟ كلمتين هنمشي نقولهم لك. غدوه الحين نصبح نخدم مع ابوك ومش بعد غدوه. ما كانش وربي وربي علي ولا عادي راني باش نتقرع يا مجدي. فهمني الهدره مجدي. طب فهمك الهدره؟ أما أنت فرنتك تمبلي. قداش عندك لبعت لشريط؟ السلعة قاعدة فم. اللي يخدم كيف كل لوح. نايب الله. كنت معمل عز الصور دي اللي باش ناخذها من نور الدين الأسمر. هاني ما حصلتهاش. احكيها لغيري هالحداثة يا عبد الله. أنت اللي جابك لهالبر لا هو سوال ولا هي فلوس. نور الدين حاجتك براسها. اللي خذا لك فلوسك كي اللي خذا لك عمرك. وأني لو كان حصل نور الدين الأسمر ناخذ حقي بالكامل. فلوسه وعمره. إلعن الشيطان يا عبد الله. نور الدين مخلف صغيرات وولايه وهم اللي مرعوبين ما تزيدش عليهم. وكانك اخي ناوي على الشر هالبلاد ما ترجع لهاش وربي يوجهك للخير. يعمل الله نوصيك على وليه فايزه وبنيتها الماضي بيقنصوا فيهم. اتهنى او فيك الخير توصي على الولايه غير صلي انت برك في روحك وسلم على اهلك بخاطرك.